يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز وضع علامة على القبر مثل البخاخ السائل حتى يسهل عليه؟ البخاخ والألوان والجص ما يجوز، ما أنه يوضع عليه حجر لا يعرفه إلا الذي وضعه هذا لا بأس، كانت العلامة ما يعرفها إلا من وضعها فلا بأس، أما علامة يكون بالصبغ بالجص بالنورة هذا ما يجوز. نعم.